اول شيء جبنا 100 100 ريال لا 100 في الاختبار في الاختبار يا سيدي النتيجة ايه بيض الله وجيهك وجهك ابيض في اي اختبار اختبار حق الرياضيات 100 شهادة ايه في اختبار من 100 لا إيه؟ الشهادة الشهادة النسبة النسبة بيض الله وجيهك وانت بعد 100 ايه الله ما ادري انت 100 صح ايه اكيد ايه اكيد بيض الله وجهك واخوانك إيه؟ وينهم الباقيين في اجل ان شاء الله جايبين 100 بعد ما ادري والله عنهم مدرستكم توزع ميات ولا انتم جايبين صد؟ لا احنا جايبين صد بيض الله وجيهكم لكم جايزتين عندي ان كان صد شكرا متى شهادتكم تجي؟ بكره ها؟ بكره 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 اشوف المية ها يلا بيض وين اخوانك؟ راح نادي اخوانك عجل علي ولا شغل يلا تعال تعال ادري عنكم مياتكم يبا السلام عليكم حب راس ابوك ها ايش تبغى؟ استاذ ها والله ما هقيتها من استاذ أنا أبوك أبوي أبوي أستاذ أبوي ها يبا الصراحة بدر محمد ما هقيتها منه أنت ظهرك تتعلم على أخوانك في المدرسة لا والله أستاذ لقيته في المكتبة أبوك أبوك أبوي أبوك أبوك ها أسلم يا أبوي تخيل لقيت بدر محمد في المكتبة إيش يسوون؟ يزورون من هي بدر؟ بدر إيه أستاذ لقيتهم يزورون في المكتبة ها يزورون ويش؟ يزورون الكتاب الكتاب ولا الشهادة؟ لا كتاب الكتاب بحق الاختبار يزورون الكتاب شباب ما ادري عنهم استاذ يبون ابوي ياخذون المركز الاول عاد انا ما هبيت انت ما كلامك ما هو مضبوط مرتبك انت طارنك مسوي شيء لا ما كيف اختبارك انت لا والله الحمد لله اخوانك يزورون وش يزورون الاختبار شهادتهم ايه ولا اختبارهم الاختبار كله استاذ انت وش شفت يا استاذ ابوي شفت الاختبار ها يلا روح روح والله ما ادري عنك انت مهلوس دراسه كل شيء تقول استاذ ابوك هديك أذن عجل علي سود الوجه يا ولد أنا بروح أصلي هذه ويش اللي معك مزورها وش ذا هذه اختبار نتائج أبي إيه بشرك جبنا 100 أنا 100 إن شاء الله كلكم ميات الحمد لله نذاكر من يومين نذاكر عيالك يبا جيكم إيه الأولين ظاهرهم تدوان يقولوا ما جبنا 100 ولا جابوا لي أوراق هذا لي مشكلة والله إيه بيضا جيكم ها يلا شو رأيك بالجائزة شوف الورقة أصلية إيه الورقة وراك تركز عليها شوي يا اي بيض الله وجهك هاي يلا ما خطه ما مضبوط انت مدرسه مختلفه لا احنا ما تسوي لا هذا خطي وخطه كل واحد كاتب للثاني إيه لا استاذ يقول اكتب الاسئله اي بيض الله وجهك يلا روح روح الله ما ادري عنك ها يلا تشرب يا كان اشرب لسانه يعطيكم العافيه الصلاه يا شباب ان شاء الله نعطيكم النتائج بعد صلاه العشاء توكلنا على الله طول المسجد